بمناسبة بقى كلامنا عن فرنسا واللي بيحصل مع فرنسا، طبعا كلنا تابعنا موضوع المقاطعة واللي طلع بعض الشيوخ، شيوخ مش لازم نقول هم الشيوخ ايه، الشيوخ اللي طلعوا قال لك لا ملهاش لازمة المقاطعة، والمقاطعة دي هتعمل ايه، واللي فاشكري دي يعني هتعمل ايه، دي اللي هتخسرهم. اه فعلا دي اللي هتخسرهم، ودي فعلا اثرت، ودي اللي خلت ماكرون يتراجع شوية في تصريحاته. اللي حصل ان شركة دانون الفرنسية اعلنت عن تسريح 1000 موظف بسبب 2000 موظف بسبب تراجع المبيعات على خلفية جائحة كورونا. طبعا هي مش عشان جائحة كورونا بس، وتزامنا مع حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية. بحسب بيان نشرته الشركة عبر موقعها، دانون ستلغي ما بين 400 إلى 500 وظيفة في فرنسا، إلى جانب اختفاء ربع الوظائف في المكتب الرئيسي بالعاصمة باريس، مع إمكانية فقد الشركة اللي هي بتوظف حوالي 100,000 موظف حول العالم لعدد آخر من الوظائف في دول مختلفة. وهتغير كمان الهيكل التنظيمي للشركة بشكل مختلف وفق مستجدات الوضع بعد كوفيد-19. طبعا هو مش كوفيد-19 بس، زي ما قلنا في موضوع المقاطعة ده، فكرة ان هم كمان حتى مش حابين برضو فكرة الكبر، يعني نحن مش عايزين نقول ان المقاطعة جانت ثمارها او الشيء المطلوب منها في اللي حصل مع فرنسا. كمان في السياق نفسه بتحث الشركة خفض التكاليف السنوية من النفقات الإدارية المشتريات أيضا بمقدار 1 مليار يورو بحلول عام 2023. تتوقع أن تبلغ تكلفة الإجراءات نحو 1.4 مليار يورو، وبلغ حجم المبيعات بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين نحو 18 مليار يورو، وده كان بالتزامن مع استمرار حملات مقاطعة فرنسا ومنتجاتها وبضائعها في عدد من الدول العربية والإسلامية، على خلفية التصريحات المسيئة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يخص الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني التعليق الأخير اللي حقوله في الموضوع ده أنه حملة مقاطعة البضائع الفرنسية يبدو أن هي بالفعل قدرت أن هي تنجح في الهدف المطلوب منها كرد على ما حدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام.